الخبر هو عن اختتام فعاليات الدورة 26 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء يوم السبت الماضي، وسط إقبال جماهيري ضخم جدا جدا جدا. وصل في الحفل إلى 10,000 مشاهد بحضور دكتور إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية، والكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، ودكتور مجدي صابر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا، وعدد كبير من الشخصيات العامة. وكان الحفل من إحياء المطرب الكبير مدحت صالح بمصاحبة فرقته الموسيقية والموسيقار عمرو سليم، ونجح خلالها النجم مدحت صالح في توصيل رسالة للحضور بأن الموسيقى هي غذاء للروح، قائلا أنه هو مبسوط جدا بحبكم، وغنى للجماهير أكثر من 21 أغنية عفوا يتضمنوا ألبومه الأخير الذي تم طرحه في الأسواق من فترة قصيرة جدا، كما غنى من مؤلفات الموسيقى العربية، واختتم الحفل بالسلام الوطني. وكذلك شاركت في الحفل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز. وبذلك يكون تم اختتام مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي بنجاح في حضور جميع الفنانين أمثال مدحت صالح، أحمد سعد، نسمة محجوب، والعديد من الفرق الموسيقية والفنانين الكبار جدا جدا جدا، واللي خلى حصل تنشيط في حركة الحفلات المصرية بشكل عام بحضور أكثر من 75,000 شاب في هذه الحفلات. وبالتالي نكون اختتمنا أولى فقراتنا الفنية في أولى حلقات برنامجكم 8 مساء. انتظرونا بعد الفاصل في موضوع أثار الجدل كبير جدا 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 حوالين عموما طوائف مصرية عديدة، وهو موضوع عيد الأضحى المبارك واللي الجميع بينتظره في خلال أيام قليلة، أو هو مش أيام قليلة طبعا، هو يوم واحد بس اللي بيفصلنا عنه. فاصل قصير وهنرجع تاني هنكلمكم في موضوع شيق جدا جدا جدا، انتظرونا. كايرو ميديا سكول، المركز التدريبي المتخصص في صناعة المواهب الجديدة. دورات تدريبية صممت خصيصاً لتواكب متطلبات سوق العمل المصري والعربي. مدربون وخبراء استطاعوا عن طريق مشاريعهم وخبراتهم أن يتحولوا لنماذج مهنية للأجيال الجديدة. التحق الآن لتكتسب الضوء الأخضر لدخول مجال الإعلام. كايرو ميديا سكول دوت أورج، ميديا جرين لايت. ورجعنا لكم تاني مشاهدينا في اولى حلقات 8 مساء على قناه المصريين سي بي سي. معانا النهارده في الاستوديو دكتوره ريهام جمال، وهي طبيبه بيطريه. هنسالها على ايه هي المراسم اللي المفروض ان احنا نعملها في عمليه الذبح، وده عمليه عموما بتتم في كل عيد اضحى بتثير العديد من التساؤلات عموما بشكل عام، لان بيبقى تحتيها في كذا مسمى، مسمى الغذاء، مسمى المناظر اللي بتبقى موجوده طبعا في الشارع في وقت الذبح، والعديد من التساؤلات. هنسالها النهارده للدكتوره ريهام جمال. بنرحب بحضرتك في الاستوديو النهارده. اهلا بيك. اهلا بيك. كنا حابين نسال بس حضرتك سؤال في البدايه. طبعا موسم عيد الاضحى المبارك خلاص على وشك الاقتراب، فاضل لنا يوم واحد بس، وكنت حابب نعرف حضرتك بالنسبه للاضحيه عموما في عيد الاضحى المبارك، نعرف منين الناس عموما المصريين يعرفوا منين اذا كانوا رايحين هم بيشتروا مجرد بس لحوم طازجه من عند اي جزار، يتعرف منين اذا كان اللحمه اللي هم بيشتروها ديت لحمه طازجه او لحمه فاسده، تتعرف ازاي؟ اولا كل سنه وانت طيب والساده المشاهدين بخير. لازم اللي يكون رايح يشتري اللحمه لازم اولا يشتريها من مكان معروف ومكان مضمون، بحيث ان هو ما يبقاش مثلا انت دلوقتي بتلاقي فيه مثلا جزارين بتجيب اللحوم المجمدة وبتبدأ انها تفكها من التفريز او التبريد بتاعها وتبيعها على انها لحوم طازجة. مظبوط. فطبعا لازم ان يكون المكان اللي احنا رايحين نشتري منه اللحوم يكون مكان مضمون. بالنسبة بقى لازاي اللحوم تتعرف ان كانت طازجة او لا، بيبان الاول من شكلها، بيبقى فيه لحمة وهي بتتقطع بيلاقيها مثلا طرية، مش مثلا انها بتكون ماسكة نفسها او ماسكة قوامها. دي نوعية تفرقة ما بين اللحوم الفاسدة واللحوم الطازجة. واللحوم تمام. لكن بتلاقي بقى عامة اللحمة اللي هي بتبقى مثلا اتجمدت ورجعت تفك تاني بيبقى لها شكل تاني خالص، وبيبقى ممكن ساعات بيبقى لونها متغير، في يعني في اللحوم البلدي
بتلاقي ان هي بتكون حمراء واخده درجه فاتحه من الحمار، لكن اللحوم اللي هي بتبقى نوعا ما بتندرج تحت اسم اللحوم الفذه بيكون لونها غامق. تمام. طيب بالنسبه للمنظر اللي طبعا كل المصريين عموما بشكل عام بيشوفوه في الشوارع المصريه بعد ذبح الاضحيه في اولى ايام عيد الاضحى المبارك، منظر الدم اللي بيبقى منتشر في كل الشوارع ده بيكون يعني الحيوانات نفسهم لما بيشوفوا المنظر ده بيكون ليه اضرار حتى على الحيوان قبل الضرر اللي بيوصل للانسان من حالات الـ يعني ان هم مش حابين يشوفوا منظر زي ده قدامهم. اكيد طبعا، اولا هو المنظر غير حضاري، بس هرجع اقول انها مش بتبقى سلوكيات بعض البشر الخاطئه، يعني هم في بعض المناطق بيبقوا مبسوطين ان هم مثلا الدم بتاع الاضحيه نزل في الشارع والاطفال بتبقى مبسوطه، في بعض الاطفال كتير بتبقى مبسوطه بالمنظر دوت، بس يعني احسن حاجه او الافضل ان هم يتوجهوا للاماكن المخصصه للذبح. مظبوط. او ان هم يوفروا مكان ملائم لذبح الاضحيه، بحيث ان المنظر نفسه بيلوث البصر، بيلوث البيئه وبيلوث المنظر العام، الشكل الحضاري للبلد في اول يوم العيد وقبل العيد بايام قليله بيكون منظر نوعا ما غير حضاري. تمام. طيب سؤال اخير لحضرتك، بالنسبه للتفرقه عموما ما بين اللحوم زي ما حضرتك قلت لنا في السؤال الاول ما بين اللحوم الفاسده واللحوم الطازجه، هل في اثناء عمليه الذبح نفسها نقدر ان احنا نعرف اذا كان مثلا مش عمليه الذبح اثناء الاختيار سواء الجدي او الخروف الأضحية. او الاضحيه نفسها، هل بنبقى عارفين ده الاصدار بتاع اللحم بتاعه بيبقى مثلا بيختلف لو كان الأضحية مريض مثلا تعبان او في حاجه زي كده، ده بتختلف ما بين نوع الحيوان نفسه والنوع الاخر؟ اكيد طبعا، لان في اختيار الأضحية بيكون لها مواصفات خاصه، بيكون لها علامات تعرف ان الواحد هل الحيوان دوت سليم ولا يكون مصاب. زي ايه مثلا يا فندم؟ يعني ايه العلامات؟ دي بيكون لها ناس متخصصة، بتلاقي مثلا الحيوان فيه لمعة في عينه، بيكون دكاترة البيطرية بتكون مثلا بتكشف عليها بتشوف ما عندهاش نوع من انواع البرد او حاجة كده. فبيكون لها ناس متخصصة، واكيد في ناس الناس بقى يعني اللي بتتعامل بتعرف تفرق. تمام. احنا بنشكر جدا حضرتك دكتورة ريهام معانا في الاستوديو النهاردة. شكرا لحضرتك. اتشرفت طبعا بلقائك جدا جدا جدا، وبنشكرك على حضورك. اعزائي المشاهدين، فاصل قصير جدا 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 وهنرجع نختم في اخر فقراتنا في برنامجكم 8 مساء، وهي فقرة شبابية من الدرجة او من الطراز الاول، فقرة شبابية هنبين فيها شخصية طاغية جدا 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 في المجتمع بتطفو عموما في مجال الاعلام بشكل عام بشكل جميل جدا جدا جدا، هنتعرف عليها اكتر وهنسمع كلام شيق جدا 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 بعد الفاصل، انتظرونا اوعوا تروحوا في اي حته. كايرو ميديا سكول، المركز التدريبي المتخصص في صناعه المواهب الجديده، دورات تدريبية صممت خصيصا لتواكب متطلبات سوق العمل المصري والعربي، مدربون وخبراء استطاعوا عن طريق مشاريعهم وخبراتهم أن يتحولوا لنماذج مهنية للأجيال الجديدة. التحق الآن لتكتسب الضوء الأخضر لدخول مجال الإعلام. كايرو ميديا سكول دوت أورج، ميديا جرين لايت. ورجعنا لكم تاني في آخر فقراتنا في برنامجكم 8 مساء، فقرة النهاردة فقرة شبابية من الطراز الأول زي ما عرفت حضراتكم قبل الفاصل الأخير، فقرة بنستضيف فيها إحدى الشباب اللي وصلوا لدرجة عالية جدا 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 في الوقت الحالي، وضيفنا النهاردة هو شاب يمكن يكون ليه طراز إعلامي معين أو هو حابب مجال الإعلام، ولكن دخلوا بعد تعرض 3 سنين في كلية السياسة والاقتصاد
حب ان هو بجانب كتاباته كان حابب ان هو يدخل كلية علشان خاطر تبقى سند ليه بشكل عام بعد لما يخلص الجامعة. ولكن بعد لما دخل وصل للسنة الثالثة حب ان هو يحول تحويل تام من كلية السياسة والاقتصاد لكلية الاعلام. وبكده حب اعرفكم معايا طبعا على الكاتب احمد مختار العموري وهو ضيف ثالث فقرات حلقة 8 مساء. نرحب بيك يا احمد. اهلا بيك. ازيك؟ ربنا يخليك. احمد كنت عايز اعرف منك الاول خالص ايه التحويل اللي حصل مرة واحدة ده من كلية معينة لكلية تانية خالص والاتنين ما لهمش اي صيغة ولا اي علامة ببعض خالص؟ والله انا في الحالين دلوقتي انا 23 سنة داخل تانية اعلام. لما جيت اختار الكلية اللي هخشها يعني فالناس قالت لي خلي حاجة جنب الكتابة تسندك قدام في شغلك. طبعًا. لان هنا للاسف في دولتنا مش بنقدر الكتاب. ما انت في اي دوله تانية لما تقعد في اي حته انا كاتب ده موضوع كبير بالنسبه لهم. بس فدخلت سياسه واقتصاد شغلي كان معطلني جدا عن الدراسه، ان انت تشتغل على كتابه والروايه بتاعتك بتطلع بعد سنتين والكلام ده مجهود كبير في الكتابه فعطلتني عن الدراسه. فساعتها خلاص يعني قررت بعد كنت داخل ثالثه خلاص قررت لا انا كده هعمل شيفت هحول من سياسه واقتصاد لاعلام. انا مش مرتاح في المجال ده لان مش مديله حقه. تمام. وانا بحب لما اخش حاجه بقى مديها حقها. تمام. فحولت اعلام لان انا في الاول برضو كنت واخد فكره غلط عن كليه اعلام. لما جيت اسال انت عشان تخش كليه اعلام لازم يبقى ليك في المسرح او بتحب التلفزيون، دول اكتر كلمتين اتقالوا لي. فانا لا ماليش في كده قوي، ما مش هعرف. فقلت لا خلاص يبقى هي سياسه واقتصاد. بس طلع يعني ساعات بيجي لك فاهم اختيارات بتبقى غلط في الاول. تمام. طيب احمد انت منزل روايتين دلوقتي في السوق. روايه زماننا ووصلت للطبعه الثالثه دلوقتي وروايه مريم في طبعتها ال11. مظبوط. كلمني عن الاحداث اللي خليتك تكتب الروايتين عموما بشكل عام. لما جيت اكتب روايه زماننا كان تقريبا بعد الثوره بسنتين. فقررت ان يعني احنا شفنا الشارع المصري كان عامل ازاي، التحرير كانت عامله ازاي. فقعدت مع ناس تم يعني اعتقالهم في امن الدوله. فالرواية الأولانية كانت بتتكلم عن التعذيبات الشاذة اللي جوه أمن الدولة، كانت بعنوان هاشتاج زماننا، دي نزلت في 2014. تمام. بعدها لقيت الحمد لله حكم الإخوان. بالظبط كان بالظبط. تمام. كان قبل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي على طول. تمام. بعد على طول لقيت في قبول جماهيري، الكتابة بتاعتك لا كويسة، في نقد، في كذا 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 كذا، فأخدت كل ده في الحسبان بتاعي ورحت إيه اشتغلت على المسرحية اللي بعدها مريم. الرواية. رواية مريم. تمام. طيب رواية مريم انا دلوقتي اللي وصل لي ان انتوا بتحضروها كفيلم. تكلمني عن احداث الفيلم اكتر. هي لما نزلت وعملت النجاح ده في كذا حد جه عرض عليا قال لي طب ما تقلبها سيناريو، ما تشوف الدنيا ايه، ما هي كقصة وحبكة قوية. بس يعني ربنا موفقش في حوار المخرجين ده. فانا بقالي كده داخل على سنتين دارس اخراج. فروحت انا الحمد لله دلوقتي انا اللي مخرج السيناريو بتاع اخراج السيناريو بتاع مظبوط بالظبط. تمام. طبعا تحت تيم كبير في منهم ناس خبره وفي ناس منهم لسه بتاخد خبره بس كلهم شباب. تمام. الوجوه الشابه برضو انت واخدها معاك في الفيلم. طبعا يعني الجيل الجديد بقى اللي طالع وعايز يغير في الناحيه السينمائيه كلها. تمام. طيب احمد وانت بتشتغل عموما في المجال بتاعك سواء في الكتابه او في السينما، مين هو كان الاساس عندك اللي ساعدك اللي حببك في المجال اكتر اللي وقف هو انا ماليش معرفه شخصيه بس من الناس اللي في الجيل الحديث اللي انا بحترمهم وبقدر كتابتهم وماشيين على مدارس حديثه مش قديمه. استاذ احمد مراد، الاستاذ محمد صادق، الناس دي عملت طفره في الكتابه وبقى في يعني عرض جديد وقبول على موضوع مرض الكتاب ده. ما كانش فيه اهتمامات كده زمان بسبب مثلا كتاب شابه زي دول هم اللي طلعوا دلوقتي وهم اللي غيروا وعملوا الطفره دي. تمام. طيب احمد اخيرا لو حابب ان انت توجه رساله عموما لشخصيات مسؤوله بتقول لهم ان انتوا اهتموا شويه مثلا بالكتابه، بتقول لهم راعوا الفئه الشبابيه في مجال السينما، بتكلمهم على الاعلام بشكل عام، توجه رساله تقول ايه؟ انا فاهمك. بص هو اولا خلينا متفقين ان الناحيه السينمائيه عندنا قعدت فتره كبيره من 3 4 سنين كانت هابطه. تم تطورها بالظبط. دلوقتي ابتدى تتطور بسبب الشباب. مصبوع. فيبقى نهتم بالاجيال اللي جايه دي، بالمخرجين اللي دارسين بره واخدين كورسات وي وي وي، بالكتاب الصاعدين، الكتاب دول ليهم قلم فعلا يحترم. فلازم يبقى فيه اهتمام اكتر من كده لان هم دول الناس اللي هيعملوا لك واجهه للدوله بتاعتك في الاخر. مظبوط. الفن هو اساس الدوله. بالظبط. فدول اللي هيعملوا لك تطور. مظبوط. احمد انا بشكرك جدا 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 وتشرفت بلقائك النهارده. ربنا يخليك.
أعزائي المشاهدين، كنتم في أولى حلقات 8 مساء على شاشة كل المصريين CBC. ألقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الأربعاء القادم من الساعة 8 للساعة 9 مساء، مع تحياتي عمرو محمود.